اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم أجمعين. اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين على أعدائك أعداء الدين، اللهم انصرهم عاجلا غير آجل، اللهم خذ بأيديهم يا رحمن يا رحيم. اللهم إن أعداءهم لا يعجزونك بشيء، فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين، يا قوي يا عزيز. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، فتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن ذنوبنا بلغت عنان السماء، ليس لنا غافر إلا أنت، لا ملجأ منك إلا إليك. اللهم ليس لنا أحد سواك،
إلهنا لجأنا إليك فلا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واستجب دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام لياليه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة. اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين، واجعلنا جميعا من المفلحين الفائزين، ولا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم إن رددتنا فليس لنا إله سواك، لا غافر لنا إلا أنت، ولا مغيث لنا إلا أنت، ولا معين لنا إلا أنت. اللهم فاغفر ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، يا عفو يا غفور. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا ونساءنا، ووفقهم جميعا لما تحبه وترضاه، واجعلهم جميعا ممن يعملون بكتابك ويلتزمون بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر واحفظ إمامنا بحفظك. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وأصلح اللهم ولاة أمور المسلمين أجمعين، وفقهم جميعا لتحكيم شرعك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم